برحب بحضراتكم من باريس امام الانفاليد تحديدا. احنا واقفين في الساحه امامه وفي تجمع مصري مشرف وعظيم جدا، مصريين كتير جدا موجودين من انحاء مختلفه، سايبين شغلهم وجايين، اطفال وكبار ونساء جايين علشان يبينوا للعالم كله دعمهم لسياده الرئيس وزيارته مع ماكرون. يعني خلينا نسمع علشان الصوره مهما اتحكت مش هتبقى واصله لحضراتكم، خلينا نسمع من الناس اللي جات وسابت اشغالها علشان بس توقف هنا وتبين الدعم اللي هي بتشعر بيه وبتقدمه لمصر ولسيادة الرئيس. خلينا ناخد بعض اللقاءات، يعني خليني أبدأ مع حضرتك، بصبح على حضرتك وخلينا نعرف برضو سبب التواجد هنا. والله يا فندم طبعا حضرتك زي ما حضرتك شايفة كده كل الناس دول مصريين، المصريين عايشين في فرنسا هنا، وفي ناس كتيرة جاية لنا من أوروبا، في من سويسرا، في من ألمانيا، وفي من بعض الدول الأوروبية. حضرتك كلهم جايين علشان يرحبوا بسيادة الرئيس السيسي لزيارته في فرنسا النهاردة. كلهم بيقولوا الرئيس طبعا سير على بركة الله، احنا كلنا معاك وكل الشعب المصري وراك، و يعني ما نبصش للبعض الفتات اللي بتعدي دي، كلها حاجات بسيطة وحاجات واردة في كل العالم. كلنا مع مصر وكلنا مع الرئيس السيسي، بنحييك يا رئيس وبنقول لك تحيا مصر، تحيا مصر. من المشاركين ايضا في التجمع دلوقتي معانا الاعلاميه ماجده برسوم والاعلاميه الكبيره فريده الشباشي، خليني اسمع منكم برضو سبب التواجد وشايفين الزياره ازاي، لان ده مهم جدا. يعني الحقيقه طبعا احنا لينا الشرف ان احنا نبقى واقفين في بلد بتحترم مصر وبتحب مصر، ومن ساعه ما الرئيس السيسي وصل للحكم وكل البلاد تقريبا مش بس فرنسا بيدعمونا، لان هم شافوا المشوار اللي في 3 سنين والانجازات اللي تمت، فكرامتنا اتردت لنا وبقينا بنرفع راسنا مره اخرى لما بنطلع اوروبا، وبنحس ان الرئيس حقق الكثير. واتمنى ان كل العالم يشوف اللي كل الشعوب المثقفه والراقيه والمتحضره شايفاه وبتتعامل معانا برقي وبكرامه، ونتمنى المزيد من النجاح للرئيس، ونتمنى المزيد من العلاقات والتبادل الثقافي والاقتصادي والسياسي بالذات بين مصر وفرنسا. تحيا مصر. شكرا جدا. الإعلامية الكبيرة برضو فريدة الشباشي، حابة أعرف التواجد هنا والتجمع ده بيمثل إيه، وعايزة أعرف من حضرتك برضو رأيك في هذه الزيارة. نعم، أنا عايزة الأول الكاميرا تيجي على دي، عايزة الكاميرا تيجي على الرئيس السيسي متصدر صحيفة الفيجارو اللي هي من أكبر الصحف الفرنسية. هنا هو دي الصفحة الأولى. لا بس عايزة أوري اللي جوه. تمام، ها. وبعدين عايزة أوري الحوار هنا، وعايزة أعلق بقى على ده كده أهو. ده الرئيس السيسي، وده حوار من أرقى وأنضج الرؤى السياسية اللي ممكن تتوجد. فاللي أنا عايزة أقوله إن في ناس مثلا لو إحنا هنا يقول لك ده المطبلاتية، طب الخواجة بتاع الفيجارو مطبلاتي اللي كاتب كل ده؟ هنا عايزين نقول إن الحق يعني يجب ان يسود، وانه مهما حصلت افتراءات على بلدنا فان رئيسنا بيتخذ موقعه اللي هو جدير بيه واللي مصر جديره بيه. وزي ما نهاوندا قالت ان احنا النهارده بقينا يعني بؤره مهمه بالنسبه للعالم كله، بؤره ضوء وبؤره محاربه الارهاب وبؤره اقرار السلام. الجهود دي مش هتروح كده، الشعوب هتثمنها وهتقدرها، واي دوله هتقف ضد ما سياسة الرئيس السيسي تبقى عدو لمصر، وأي فريق يقف ضد الرئيس السيسي يبقى عدو لمصر، لمصر الوطن، يبقى مش قادر يعرف قيمة الوطن. وإحنا سعداء بوجود رئيسنا والاحتفال بيه وإعطاء الزيارة هذا الوهج. وزي ما قلنا أهو شوفوا الصحف الكبرى بتتكلم عن مصر، كان بقالنا كتير ما حدش اتكلم عننا، وتحيا مصر. اشكرك استاذه فريد. عايزه كمان اروح لو تسمح لي، لان احنا معانا شخصيه مصريه برضو ومحترمه جدا من الناس اللي جت من شغلها، وفي ناس جايه من بعيد كمان من المانيا، يعني علشان يجوا يشاركوا من بلجيكا علشان بس يشاركوا ويبينوا للعالم الصوره اللي احنا بنكلم حضراتكم عليها. فخليني حضرتك بتشتغل ايه وبقالك هنا كام سنه وليه سبت شغلك وجيت دلوقتي عشان تقف التجمع ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم الاول هنا. وانا بشتغل في البنتيره، انا مصري من المحافظه الغربيه. انا جيت عشان اقول احنا مصر،
احنا مصر، يعني مصر احنا هنا موجودين وجايين نقابل مصر متمثله في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جايين نقول لا للارهاب، جايين نقول احنا ما بنخافش ولا هنخاف، جايين نقول احنا مش ايه يعني اسيب شغلي واسيب حاجه، ده يعني في ناس سابت ارواحها، في ناس توفت، في ناس يعني اقل حاجه اقل حاجه اقول ربنا يرحم الشهداء ويصبر اهلهم، ومش قادر اقول انا بالنسبه للرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحبه، عشان كده حبب كل الناس دي فيه وحبب اهل الارض والسماء فيه. شكرك يا فندم، شكرا لك. يعني لقاء اخر برضو مع احد المصريين، حضرتك جاي من بلجيكا؟ لا انا من باريس. من باريس، في ناس احنا فعلا قابلنا ناس يمكن جاي من المانيا وبلجيكا فعلا واقفين. طب خلينا برضو نعرف سبب تواجد حضرتك دلوقتي. انا جاي نرحب بالسيسي والمصريين اللي هنا جايين نرحبوا بالسيسي، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه ان شاء الله في كل مجالاته ان شاء الله، ربنا يوفقه باذن الله. شاكرين جدا. اشكرك يا فندم. طيب دكتور عاطف، اهلا بيك يا فندم. ناخد من حضرتك برضو تعليق على المشهد اللي احنا دلوقتي فيه، وبرضو الزيارة حضرتك بتقيمها ازاي؟ طبعا ممكن تعرف على حضرتك بس الاسم الاول. عاطف طرفة، من المصريين المقيمين هنا. بصراحة الكلمة اللي الواحد بيفخر بيها اللي قالها الزعيم مصطفى كامل: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. والرئيس السيسي بعث فينا هذه العبارة اللي كانت سنة 1903 لما مصطفى كامل جه باريس وقاعد جاي ليه يا عم، فقال إن أنا جاي علشان قضية دونشواي والإعدامات اللي حصلت بسبب الإنجليز اللي هناك في مصر، فبرضه الرئيس السيسي جاي بيدافع عن قضية مصر. وبعدين مصر زي ما قالها أكبر أديب فرنساوي اسمه رينام، إن مصر فينا، وبعدين الجنسية التانية اللي بياخدها أي واحد في العالم سواء أمريكي سواء إنجليزي سواء من أي دولة تانية، لكن مصرية هي الأساس وبعد كده ياخد الجنسية التانية. شكرك يا فندم، شكرا لك. الأساس عن مصر من استغناء. انا عايزه عنصر نسائي برضو لو تيجي كده ونسمع من العنصر النسائي برضو، حضرتك تقول لنا جايه منين وسبب النهارده تواجد حضرتك في المشاركه دي. انا جايه من برلين، مقيمه في برلين بقالي 30 سنه، شغاله اخصائيه اجتماعيه، ومن امبارح سايبه البيت والشغل والاحفاد وكله وجايه لحب مصر والحب السيسي. طبعا انا وراه في كل حته، مش اول مره اجي، انا تاني مره وعلى طول وراه. يعني الشعبيه طبعا تحيا مصر، شعبية الرئيس برضو في حاجة جاية من بتقولي من برلين. طيب هناك برضو المصريين، الجالية المصرية دورها ايه حضرتك شايفة برضو لمساندة مصر وتحسين الصورة اللي للأسف في عناصر كتير ودول بتحاول ان هي تغير هذه الصورة، فعايزين نعرف الجزئية دي، جزئية مهمة جدا. احنا صد حائط للإخوان، احنا عاملين مجهود رائع رائع رائع، ويشهد بيه التلفزيون. يعني دلوقتي لما بيجي لنا السيسي اخر مره لما نزل سلم علينا، كان الاخوان واقفين الناحيه الثانيه، عدوا اتنين بس، بقوا اتنين اللي موجودين، وحماس يعني مش خلاص انتهوا الاخوان. بالنسبه الارهابيين بالنسبه لبرلين انتهوا خلاص، قضينا عليهم، فضل من الله وفضل لمجهودنا كمان. بشكرك. ناخد اخر لقاء برضو. حاضر يا فندم. يعني زي ما حضراتكم شايفين كل الناس عايزه تحكي هي هنا ليه، كل الناس عايزه تتكلم، فهنحاول على قد ما نقدر. اللي قبل الاخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. إننا اليوم نحتفل بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدام الله عمره وأطال عمره في خدمة شعبه وشعب مصر، ونتمنى من الله أن يصلحه ويعطوه البطانة الصالحة. ونقف في هذا الموقف ونشكر فضالة المستشار وفخامة المستشار أحمد الفضالي. المستشار أحمد الفضالي هذا الرجل الذي يضحي بكل غال ولكل نفيس من أجل مصر، وأننا من كل هذه الأصوات نعلي بكل صوت عال ونشكر معالي فضيلة المستشار أحمد الفضالي وسعادة المستشار عمرو الفضالي والأستاذة الدكتورة فريدة الشباشي، ولا ننسى كل من قام بهذا المجهود وخاصة أخويا وحبيبي الأستاذ رزق شحاتة الذي قام بهذا الجهد الفظيع
لإنجاح هذا المؤتمر، ونشكر كل المصريين والدكتور المستشار عمرو الفضالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أنا بشكر حضرتك. آخر لقاء، لأن بس إحنا دلوقتي يعني حاجة بسيطة جدا والرئيس على وصول، فإحنا محتاجين برضو إن إحنا نكون متواجدين. طيب خليني أسمع من حضرتك. صلاة عطا مع حضرتك. طبعا احنا جايين بنحيي سيادة الرئيس السيسي، بنأيده بكل الحب، رئيس لمصر للمرحلة القادمة ان شاء الله. نعم ضد الارهاب، نعم ضد الخونة، نؤيد وبكل قوة قادة الجيش المصري والشرفاء العظماء من ارض فرنسا. بحيي كل جندي مصر وكل قطر الدم اسقطت على الارض. كلنا شهداء أستاذ صلاة. نعم كمل يا فندم. حقيقة صعب أكمل. في خونة في مصر، لابد من بطر كل خائن في مصر. أعلم جيدا أن مصر ممنوعة بالخونة. يحيى السيسي، تحيا مصر، تحيا قادة مصر، تحيا شرفاء مصر. بشكرك بشكرك، بشكر حضراتكم وبشكر حضراتكم جدا. طيب كلمة أخيرة يا فندم، تعرف عليك بس في الأول. رزق شحاتة، المتعزز الرسمي السابق للجالية المصرية. أنا بس عايز أقول كلمة واحدة، كلنا بنحبك يا سيسي، وعايزينك ترشح نفسك مدة تانية، لأن مصر محتاجاك للمدة التانية إن شاء الله، ومنور باريس ومنور مصر كلها.